سلام، أهلا بكم. في هذا الدرس سوف نتعلم عن الأوبيراسيون ماتيماتيك في جافا سكريبت، يعني كيفاش تكون عندنا أن أوبيراسيون ماتيماتيك وما هي الأولويات اللي تطبقها الجافا سكريبت باش تابليكي أن أوبيراسيون ماتيماتيك. فوالا، دونك هنا كريت فايل عادي، جيت هنا نيو فايل اتش تي ام ال، كريت هذا الفايل سميتو مات أوبيراسيون 3 إليسي. أون بليس درت التايتل تاعي مات أوبيراسيون. جيت هنا كتبت سكريبت عادي تكست جافا سكريبت ونكتب الكود تاعي هنا. دونك انا باش نعرف عمليه رياضيه ونفهم كيفاش الجافا سكريبت تيوزكيتي العمليه الرياضيه، العمليات الرياضيه في الجافا سكريبت هي نفسها العمليات الرياضيه التي تتواجد في الطبيعه. بمعنى اخر، كون باغ اكزومبل نجي نديفيني ان فاريابل ايغال اي ايغالا 4 كونفيرجي نوتر فاريابل كي سابيل جي نعطيه 2 فوالا. دونك دو فاريابل ابري انا حاب ندير ان عملية رياضية التالية، دو بلاس باغيزون دو بلاس او فوا سانك سور جي باغ اكزومبل. هذه العملية الرياضية أنا اللي باغي نديرها. هذه العملية الرياضية كيما نعرفوها على الورقة باغ اكزومبل، تكتب هذه العملية الرياضية وباغي نتايا تكتبها في كود جافا سكريبت. دونك أول حاجة تخمم تقول هذه العملية الرياضية راح تعطيني نتيجة، دابا تعطيني نتيجة لازم ندير لها تساوي ونكتبها في ان فاريابل. دونك نكتبها في ان فاريابل نسميه باغ اكزومبل اس. احنا قلنا في جافا سكريبت فاريابل لازم نكتبو var، دونك ابري لو نو تاع الفاريابل، ابري العملية الرياضية اللي راح تيكيتا على فا سيمي كولون ما نساوش. دونك هذه عملية رياضية. دونك حنا حابين هذه العملية الرياضية نديروها في ريزولتا. فوالا ريزولتا ايكال اس، صافي دير كوا، صافي دير هزيت هادي الريزلتا تاع هادي اس اللي هي كل العمليه الرياضيه اللي صرات هنا حطيتها في فاريابل سميتو ريزلتا. عندنا مو فاريابل نكتبو فار، بما انه فاريابل نكتبو امامه نكتبو وراء هنا فار، ابري الفاريابل لو تاع فاريابل ايكال اس، هادي حد جينا من هنا. دونك ساويت فاريابل فاريابل، وهذا ممكن في الجافا سكريبت. دونك هنا خصنا نجيو هنا نديرو شيا، نديرو لافيشاج تاع الريزلتا فينال، نديرو لافيشاج دوك document dot write doc dot write ونقول في string نقولو resultat resultat هذا resultat نديرو plus ونعطي resultat. فوالا يعطيها لنا directement باسكو لي ديتكتي. فوالا دونك هنا document dot write راح يعفيش لنا resultat هذه اللي تساوي الفاريابل اس، والفاريابل اس بحد دوره او بذاته هو عباره عن نتيجه عمليه رياضيه، والعمليه الرياضيه تستعمل دي فاريابل، تستعمل اعداد طبيعيه كما تستعمل اعداد عشريه وسي، يعني عادي جدا كما العمليات الرياضيه اللي نعرفوها في الطبيعه. الحاجه اللي لازم نفهموها هنا انه كيف يقوم جافا سكريبت بحساب العمليه الرياضيه كما نعرفوا في الرياضيات، يستعمل الاولويات الرياضيه. يعني اذا كي تجيه باريزون قسمه والضرب، يعني حنا كما نعرف العمليات الرياضيه كاين الاس الاقواس، من بعد العمليات الرياضيه الضرب القسمه، من بعد الطرح والزائد يعني الماينس والبلاس، يعني الماينس والبلاس في لو ميم مستوى في نفس النيفو، الضرب والقسمه في نفس المستوى. ما معنى في نفس المستوى؟ يعني كي هو يبدا من اليمين من اليسار الى اليمين، ابري العمليه الرياضيه الاولى اللي تجيه هي التي يقوم بتطبيقها. باغ اكزومبل هذه العمليه واش راح يقوم؟ راح يقوم اثنان بلاس. علاش اثنان بلاس؟ باسكو جات البلاس وجات الضرب، دونك هو هنايا في هذه العمليه ديريكتومون يروح للضرب والقسمه. الضرب والقسمه جاو متتاليين وهما في نفس المستوى، راح يبدا من اليسار الى اليمين، يعني راح يقوم اي ضرب 5 يعني 4 فوا 5 سيفا 4 فوا 5، ابري اي ديفيزي سور جي اللي هي 2،
دونك هنا جاته الضرب، جاته القسمة، وجاته عملية الجمع. يعني راح يبدأ بالقسمة، يعني راح يقول دو بلاس يقسم سي ديس. ابري عندنا ريزلتا فينال، ديس بلوس دو، ديس بلوس دو سي دوس. دونك ما علينا غير نعملو عملية اكزيكيسيون باش نشوفو النتيجة هل دوز او لا. لو ريزلتا هي دوز، دونك سي كوريكت. دونك طريقة طبيعية في العمليات الرياضية اللي نعرفوها في الماط يقوم هي نفسها نفس الطريقة اللي طبقها الجافا سكريبت باش يعمل عملية رياضية. باش نتأكدوا من هذا نحبوا بايزون نديروا أقواس هنا. أنا حاب يعمل لي عملية 2 بلس بي أبري يعمل لا سويت. في هذه الحالة الجافا سكريبت واش تعمل في البراوزر؟ عملية الجمع هنا، عملية رياضية هنا تقوم في البراوزر، يعني هنا تقوم في البراوزر بالمناسبة، ما تذهبش للسيرفر كما نعرفه. دونك هنا في هذه الحالة واش راح يدير؟ اي بلس دو يعني 4 بلس دو سي 6 ابري 6 ابري جي قسمة الضرب والقسمة، راح يبدأ بالقسمة، يعني قسمة 5 ابري ضرب 5 قسمة جي، لو جي سي 2. دونك هنا جاته الضرب والقسمة، راح يبدا بالقسمة، راح يبدا بالضرب 5 فوا 6 فوا 5 سي 30 ابري ديفيزي سير 2، 30 سير 2 سي 15. هل النتيجة 15؟ إذا كانت النتيجة 15 فالمنطق الرياضي في الجافا سكريبت هو نفسه، يعني المنطق اللي نستعملوه في الرياضيات هو نفسه تستعمله جافا سكريبت. بالمناسبة دوبل يعني هذا الرمز دو زونتي سلاش هادو راهي عملية كومنت في الجافا سكريبت، تستعمل كوم سا دو كومنت كوم سا. هاد هنا كومونتير صافي يدير الكومبيلاتور شي واش كتبنا هنايا ما يقومش بتطبيقه، يعني كومونتير. هنا نجيو ندير اكزيكوت سي 15. دونك العمل تاعنا المنهجي في الرياضيات هو نفسه اللي طبقوا الجافا سكريبت في البراوزر في متصفح الشخص. يعني هنا العمليه الرياضيه هذه ما تروحش السيرفر ويكزيكيتيها. دونك بالجافا سكريبت العمليه الرياضيه ما ديرش ذهاب اياب للسيرفر تكزيكيتي، يعني العمليه تتم في البراوزر وتطبق في الرياضيات العمليات الرياضيه كما نعرفوها عادي جدا. فوالا، وكما قلنا هذه طريقة عرض البيانات ولا لي ريزلتا في البراوزر. وهنا سوينا فاريابل ب فاريابل وتعلمنا اوسي كيفاش نديرو ان كومونتير في الجافا سكريبت بهاد دو زونتي سلاش. كيما كاينه طريقة اللي هي في الجافا سكريبت اوسي كي تحب باراغراف دير لها كومونت تعمل هذا الشيء. كل شيء يعني يكون مكتوب داخل هذا الشيء هنا راح يكون كومونتير، يعني اي شيء تكتبو هنايا اي كود تكتبو هنا راح يكون كومونتير. الكومبيلاتور يلحق هنا ما يكزيكيتيش الشيء هذا. دونك فوالا، هذا كل ما في هذا الدرس. ممكن نلتقي في دروس اخرى ان شاء الله بتفاصيل اخرى عن جافا سكريبت.